صباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان، وأولى حلقاتي مع برنامج بيت المصريين. إن شاء الله تكون بداية موفقة، وإن شاء الله نقدم محتوى جيد. بيت المصريين اللي هو البيت الكبير اللي بيجتمع فيه الثقافة والفن والأخلاق والأدب والعلاقات الإنسانية. هنحاول في الأيام اللي جاية نناقش الكثير من القضايا الموجودة على الساحة. وقبل ما ادخل في موضوع حلقتنا النهارده، بدعو ربنا سبحانه وتعالى ان يرفع عن مصر وعن العالم كله الوباء الابتلاء فيروس كورونا، ويشفي جميع مرضى المصريين ونخرج من القوقعه دي على خير. وبوجه شكر لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي على المجهود الكبير، وان شاء الله الفزاعة اللي موجودة والمتربصين لمصر ربنا سبحانه وتعالى يرد كيدهم في نحورهم، وإن شاء الله مصر هتكون في الأمام، وربنا عمره ما هيتخلى عن مصر علشان هي محفوظة من سابع فوق سابع سماء. موضوع حلقتنا النهاردة هنتكلم عن الرياضة والأطفال في ظل طبعا الوضع الحالي اللي موجود، وخاصة فيروس كورونا. الأطفال في البيت أو الشباب أكيد بيحتاجوا لبعض النصائح والإرشادات التوعوية. فالنهاردة معانا ومع حضراتكم كابتن إبراهيم السيد مجاهد، مدرب بأكاديمية النجوم الخاصة. أهلا بك يا كابتن. أهلا وسهلا، نورتنا النهاردة. نورتنا كابتن. حابين نتعرف بيك الأول. بسم الله. إبراهيم، أنا إبراهيم مجاهد من ميت أبو غالب، تبع محافظة دمياط. طبعا اوجه طبعا رسالتي للاطفال الشباب الظاهرين، طبعا اسال الله سبحانه وتعالى ان يرفع عن هذا الوباء بانهم يحافظوا، عشان هم طبعا اطفال صغيرين اجمال، فهم بيبقوا ضعاف طبعا. فمفروض يعني كل ام وكل اب اللي هم يحافظوا عن اولادهم من هذا الفيروس، واسال الله سبحانه وتعالى ان يرفع عنا هذا الوباء وان يشفينا ويشفي جميع مرضى المسلمين ان شاء الله. طيب، كلمنا عن بدايتك كمدرب رياضي الاول. بدات انت لعبت فين؟ وبعدين كلمنا عن بدايتك كتدريب. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع مشواري في كره القدم، انا نشات في نادي ميت ابو غالب. طبعا كنت انا قبل ما أكون في النادي كنت في الأكاديمية برضك بتاع النادي النجوم الخاصة. الحمد لله بفضل ربنا حصلت على شهادات تقدير من مديرية شباب الرياضة أكثر من مرة، وفضل ربنا الحمد لله يعني كانت مشوار ناجح، ويعني ومدربين طبعا كانوا كويسين طبعا معايا، وفضل ربنا يا رب كده دايما بالنجاح إن شاء الله. الميداليات حصلت عليها من فين؟ والله ميداليات ثلاث دورات كانوا. نشوف صور للميداليات للكابتن. تمام. طبعا الميداليات كانت من مديرية الشباب الرياضة، حصلت عليها طبعا الصورة دي. تمام. كانت شهادة واخد ثلاث بطولات طبعا من مديرية الشباب الرياضة. طبعا كان مشوار ناجح بالنسبة لي. تمام. والحمد لله يعني ربنا حقق لي طبعا حلمي. انا كنت من صغري وانا نفسي اطلع لعب كوره، والحمد لله ربنا وفقني، والحمد لله حاجه بتاعت ربنا وتوفيق ربنا الحمد لله. ده نادي ميت ابو غالب؟ لا، دي كنت انا في اختبارات طلائع الجيش، كنت بجيب الاختبارات للاعيبه وكده، فدي الصوره كانت في طلائع الجيش. تمام تمام، جميل جدا. طيب، في اكيد صعوبات واجهتك عايزين نعرفها، خاصه ان انت بتدرب اشبال صغيره. طبعا هو حكايه الصعوبات عشان تتعامل مع اللعيبه لازم تتعامل مع اللعيبه بحوار نظري الاول، لازم تكلمهم تعملهم محاضرات الاول. هو التدريب معروف التدريب، بس لازم تحسس اللاعب اللي هو داخل على مرحله خلاص ما عادش في هزار، في حلم عاوزه يحققه. مش مثلا واحد داخل مجال جاي مثلا شويه ويمشي، لا ما عنديش الكلام ده. انا عندي شغل تنظيم، عندي شغل اللي انا يعني ايه لعب كره قدم. عندي الاشبال بسم الله ما شاء الله عليهم، في التمرين تمرين والماتش ماتش، وبره في الشارع حاجه تانية. فيعني انا عندي تنظيمات ممكن تكون
مختلفه كويس غير عن الاكاديميات التانيه. يعني في ممكن تكون برضك بخليهم يروح برضك المكتبه، مش شرط برضك يبقى معاهم نشاط، بتنمي قدراتهم الذهنيه بالاطلاع والقراءه. تمام. انشطه مثلا، انشطه تانيه في المكتبه، بيقراوا في الكتب، يبقى عندهم خبره طبعا في الكتب، مجال رياضي، مجال مثلا يعرفوا تاريخهم كده يعني. طيب عايزين نعرف من حضرتك نبذه بسيطه عن الاكاديميه، اكاديميه النجوم الخاصه. هي الاكاديميه بدأ حوالي بقى لها سنتين. سنتين. فتح، كنت فاتح طبعا في دمياط، دمياط مدينه دمياط الجديده تبع محافظه دمياط برضك. اوكي. وفرع في ميت ابو غالب. فاول ما فتحت الحمد لله فضل ربنا، هي لعيبه بتجيب بعضها. تمام. والاعلام طبعا. عملت طبعا حاجه كويسه في بتاع، شجعت اللعيبه في الاول، كان الداخل الاكاديميه الاول. معاه لعيبه بسم الله ما شاء الله، دمتي لهم مستقبل ان شاء الله في النوادي، شايف ان هم لعيبه كويسه ولهم مستقبل ان شاء الله. طيب في لعيبه من الاكاديميه وصلت نوادي كبيره؟ تمام. انا وديت نوادي زي نادي الاهلي والزمالك والاسماعيلي، بس من ضمنهم نادي طلائع الجيش تحت اشراف الكابتن فريد عبد الدايم. تمام. حبيبي ومدرب الكبير طبعا. وانسان محترم. تمام. وديت اختبارات طلائع الجيش مجموعه. ينجح طبعا في المركز الاول والثاني والثالث، اللاعب بيوصل ثلاث مراحل. يعني اللاعب بيوصل في ثلاث مراحل، ما فيش حد بيوصل مرحله واحده. الاستماره كان موجود فيها ثلاث مراحل، كل اسبوع كنت بروح مره. طيب في خطه تدريبيه كنت بتتبعها لتدريب الاشبال؟ ده طبعا خاصة بالصغيرين. ده اساس، وديت هي سر النجاح. ان انت لازم أن تعمل حاجه كويسه وحاجه يفهمها الناشئ الصغير. الناشئ ده انت عاوزه تديله حاجه نبغى تفتح دماغه للاعلى. تمام. طبعا بجيب لهم تمارين كويسه جدا، بعمل لهم لياقه بدنيه حسب برضك، عشان هم لسه اطفال. ما ينفعش ان انت تقرص قوي 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 لياقه بدنيه. تمام. لازما، وكمان في التخصص بتاعه بعلم الطفل مثلا اللاعب الصغير تخصصه هو يبدا من 11 12 سنه، ما بالك بقى لما يكون الطفل بيبدا من 12 سنه في التخصص بتاعه، يعني فتره بس قصيره وتلاقيه بسم الله ما شاء الله في التخصص حاجه ممتازه. مهما راح نادي بقى هيدي تخصصه كل مدى الخبره بتاعته بتزيد، تبع التمرين وتبع المحاضرات طبعا في قبل الماتش وكده. طيب بتستقبل الاشبال؟ انا بستقبل الاشبال طبعا من سن 8 سنين. 8 يعني اقل؟ لا يكون، لا يكون الطفل مستوعب اللي بيتقدم. لان في اكاديميات تانية بتقبل من 5 سنوات. انا بص، انا عندي عشان ما اضحكش على حد، انا احب الصراحه. يعني انا احب اخد اللاعب، ما ببصش الفلوس، انا عاوز اطلع نجم، عاوز اطلع لاعب بجد، عاوز اطلع. ممكن يكون صغير انا هستحمل اللي هو لسه هيوصل نادي، وانا ما بقبلش حد كبير قوي، عشان شغل القطاعات وشغل الناشئين دول شغل نوادي كبار. اما انا بحب الطفل الصغير، انا عاوز اعمل حاجه انا ليا مجموعه كده اطلعها بعد 3 سنين ادعوهم في جميع نوادي مصر. وعندي نظريه في وجهه اللاعب قبل، يعني ببدا لو عندي جالي مثلا لاعب مش قوي تخين يعني مثلا، ممكن تخين، ببدا معاه مثلا في نظام التخسيس الاول، بعمل له لياقه بدنيه بعيدا عن زمايله التانيين. في لاعيبه خام مهارين جدا، ممتازه جدا في اللعب، حاجه بسم الله ما شاء الله عليهم. بس واحده واحده ببدا معاهم، وفضل ربنا عملت نتيجه كويسه الحمد لله. طيب عايزين نعرف ايه امنياتك المستقبليه للرياضه في مصر؟ والله الحمد لله، يعني كل واحد بيبقى عنده الحاجات دي. لازما نفسه يبقى زي المدرب فلان مثلا، يعني نفسي يبقى زي الكابتن. يعني انت الاول طيب تتمنى لايه؟ ومثلا للرياضه بشكل عام، انا بتمنى ان شاء الله من ربنا، ان شاء الله مشيئة الرحمن، اللي طلع من تحت ايدي لعيبه كويسه، لعيبه نجوم، لعيبه تشرفني ان شاء الله، وتشرف اهل مصر كلها، والشرف طبعا اهاليها. مفيش حاجه صعبه، ربنا قال اسعى عبدا ما سمعك. فالحمد لله، يعني اتمنى ان انا اكون مدرب ناجح،
ان شاء الله واكون مثلا برضك في نوادي كويسه. انا ممكن اكون اعتزلت. تدربت قبل كده؟ يعني ما لا في لسه مرحله التدريب الكلام ده في النوادي لسه طبعا انا لسه صغير اول ما بدات في الاكاديميات. اما من ناحيه بقى النوادي والكلام ده طبعا عاوز افهم مشوار ثاني وخبره طبعا عاليه قطاع ناشئين وقطاع اول طبعا حاجه ثانيه. اما الاطفال اكاديميات طبعا اي لاعب كوره ما ينفعش اصلا لما يعتزل ما ينفعش يمسك نوادي الكبار لازم يبدا مع الاطفال الاكاديميات الاول ياخد خبره في الداخل بقى. بعد كده بيطلع واحده واحده. طيب تتمنى للرياضه في مصر توصل لفين؟ او ايه رايك أنا في الرياضه؟ اتمنى الرياضه في مصر تبقى احسن رياضه في العالم وتبقى احسن نشاط في العالم كله. وبجد انا في موضوع اعرضه على لو الاتحاد يامرني طبعا او يسمع مني هذا الموضوع مش في كره القدم بس في كل انشطه الرياضه. بسم الله ما شاء الله موضوع جميل جدا. موضوع هيطلع نبغات كويسه جدا هتروح لكل محافظه لكل قريه لكل مدينه. ممكن تتكلم عنه مباشره؟ يعني اتمنى الاتحاد الكوره طبعا ان هو اعرض على هذا الموضوع بجد. موضوع انا حضرته اكتر من مره. طبعا حضرته. هو بيتكلم عن ايه بالظبط؟ بيتكلم على في ناس تحت ما هوش ظاهرين. في لعيبه كتير قوي يا كابتن ما هوش ظاهرين ما بيروحوش نوادي رغم ان هم اولى ان هم يلعبوا في نوادي ولاعيبه كويسه جدا بس ما فيش توفيق مثلا ان هم بيطلعوا او يعرفوا يطلعوا مثلا بره. احنا عاوزين احنا نروح لهم نطلع النبغات اللي زي ديت المستخبيه زي ما هم بيقولوا. طب ما انت بتقول اهو ان انت بتروح اتحاد الكوره وبتروح مثلا انا لو عندك لعيبه وفي بتطلع مثلا على طلائع الجيش او على بعض النوادي الكبيره. انا بعرض انا والله كل ما بتعامل مع كابتن بكلمه في حوار اللعيبه كويسه بقوله طيب حاضر بس ما نبدا وكده يعني ما همش سايبيني صراحه. طب انت في فكره معينه عايز توصلها او مثلا في شيء معين عايز توصله؟ يعني ايه دلوقتي انا بتقول عاوزين نوصل اللعيبه الصغيرين او النوابغ اللي موجوده على مستوى مصر للنوادي الكبيره. هل في خطه معينه مثلا عايز توصلها؟ والله الموضوع ده عشان اعرضه على الاتحاد اتمنى اللي هو اعرضه على الاول عشان طبعا ده بيبقى فيه اسلوب من الشرح والشرح هيطير. هو الموضوع سهل ومش صعب قوي بس الموضوع كويس جدا. طيب يعني اتمنى الاتحاد الكوره طبعا ان انا اعرض على هذا الموضوع وموضوع ناجح بجد عشان النشاط ده لو نجح يعتبر هيبقى احسن نشاط في العالم كله الحمد لله يعني. طيب انت بتقول في بدايه كلامك ان انت بتتعامل مع اللعيبه او الاطفال الصغيرين دول بطريقه معينه. ممكن تشرح للساده المشاهدين ازاي مثلا بتعلمهم؟ ازاي تبدا تدربهم؟ ازاي مثلا تبدا تختارهم؟ طبعا مشوار اللعيبه ده اول ما ببدا معاهم في حوار طبعا كلام طبعا اول ما بدات جالي مجموعه صغيره بدات معاهم وكل ما بجيلي مجموعه بحطها في المجموعه الثانيه عشان في لعيبه بتفتح حاجات ثانيه ده حاجه وده حاجه ثانيه ده حاجه وده حاجه ثانيه. يعني مش مثلا واحد جالي بعد شهر شهرين بدخله وخلاص لا لازم يبدا من اول تبدا الاوضاع من اول خالص. نظام بقى خطه التمرين والكلام ده ببدا يعني في لعيبه بتجيلي صغيره طبعا اجبال طبعا صغيرين براعم في اللي منهم ما بيعرفش يبص الكوره كويس في اللي منهم ما بيعرفش يستلم الكوره قوي في اللي منهم طنطقه ما عنده ضعيفه في منهم الذكاء بتاعه يعني لسه ما بداش مثلا ان هو يخش ويرقص ويعمل واحده واحده. اول ما بجيلي اللاعب كوره عامه بقول لي انا عاوز ابقى حارس مرمى انا عاوز ابقى لاعب شوفي. فطبعا انا ما باخدش في كلامه الا انا بشوف الاول في الملعب مره واثنين. بحس كل واحد بيبان يعني بيقوم واخده مثلا بعد التمرين ماتش كده مع بعض في الاخر خالص منهم وبين بعض وبقوم مثلا اعمل لهم في لعيبه حكموا على نفسهم صغيرين اشبال 9 سنين و10 سنين في اللي كان بيقول لي نفسي ابقى حارس مرمى. بدات معاه في نظام التمرين والتعليم الكوره غير مجاله خالص. ليه؟ لا الحاجه اللي هو كده مش قوي والحاجه اللي كده بدا يشتغل فيها وذكائه كان بيعلى الحمد لله. وكان في لعيبه يعني ما كانش خالص دلوقتي بقى حاجه ثانيه الحمد لله بفضل ربنا. جميل جميل جدا. طيب اكيد كل انسان بيبقى ليه مثل. عايزين نعرف مين مثلك الاعلى من الرياضيين اللي موجودين على الساحه او السابقين.
والله عامة هو المدربين مش واحد او اثنين او ثلاثة بس، طبعا هم كل المدربين اللي انا اعرفهم اتمنى لهم طبعا الخير، وهم طبعا مدربين كبراء طبعا ناس محترمة جدا، منهم الاستاذ طبعا لازم نشكر الاستاذ علاء جاد مدير الشباب الرياضة، الاستاذ وفيق اللبان، الاستاذ عاصم يحيى، هم المدربين طبعا اللي هم حبايبي اللي هو طبعا طلع من تحت ايدهم. شخص محترم جدا كابتن شعبان البساطي وكابتن امانه البساطي طبعا وكابتن وائل وناس محترمه، وكابتن سيد الخولي العميد سيد الخولي تعاملت معاه، وطبعا مشرفنا دايما الكابتن احمد سمير عفيفي ابن ميت ابو غالب ان كابتن مصر طبعا مشرفنا في كل مكان، وهو كابتن عصام الحضري طبعا من ضمن تحيه خاصه للحارس الهضبه كابتن، لا كابتن عصام الحضري حاجه ثانيه، بس كلهم مشرفنا في العالم، وانسان هو انسان محترم جدا وانسان يعني مشرفنا دايما الحمد لله. طيب بتشجع مين النوادي اللي هي داخل مصر والنوادي الاجنبيه؟ والله صراحه موضوع التشجيع دوت هو كان من صغري يعني كان مشكله عندنا انا وزمايلي كنا بنزعل من بعضنا من حكايه النوادي، انا اهلاوي الثاني زمركاوي مش عارف ايه، فانا واسع لما كبرت بقى وكده وبتاع انا عامه بحب الكوره حلوه، احسن المصريين يعني ايه بنتكلم مثلا في موضوع الاهلي بيلعب الزمالك او كده، الزمالك بتلعب الاهلي او بتلعب مصر وبتاع، فبتيجي تبص انا بحب الكوره جدا يعني الاهلي والزمالك، بحب اتفرج على الماتشات في الدوري الممتاز طبعا، ماتشات تقيله الماتشات اللي هي بتحمس الماتشات يعني بحب اتفرج عليها، وانا عامه بحب الكوره حلوه، اما ما ينفعش اقول لك مثلا الاهلي والزمالك والاسماعيلي هم كلهم نوادي مصر وكلهم اخواتنا طبعا، واما من بره ممكن اكون مثلا ريال مدريد، احب مثلا ليفربول مثلا محمد صلاح، نوادي مثلا احب برضك مش نادي برضك خارج مصر برضك بحب نوادي كتير مش نادي واحد، فانا عموما انا بحب الكوره حلوه لعبه كويسه كده يعني مش طيب متابع حاجة. انت الدوري الممتاز ودوري النوادي الصغيره او دوري النوادي طبعا في دوري اللي هو الممتاز ب وممتاز الف بتابع بعض المطوشه طبعا مش كله، فانا بشوف الحاجه يعني انا عايزك تقول لي تتوقع مين من دوري المظاليم انه ممكن يصعد للممتاز؟ والله دي حاجه ممكن تكون تختلف من اوضاع الفرق، انا ممكن اقول لك نادي لا في مثلا عندك فرق كتيره جدا مشاركه في الدوري ان شاء الله ما تشتغل يا رب كده يا رب ان شاء الله ترجع الحياه لطبيعتها يا رب امين يا رب، وارفع عنا هذا الوباء واجعلنا من اهل الجنه يا رب، واشفنا واشف كل مريض ان شاء الله ان شاء الله. طيب جالنا فيديو على صفحه البرنامج لبعض الاصدقاء وهم بيشكروا فيك، فالاعداد يا ريت كده نشوفه. ايه علاقتك بقى باصحابك خارج الرياضه؟ والله العلاقة بتاعتي طبعا في كمنظمة في الأصدقاء، أصدقائي طبعا بيحبوا الخير، شخصيات محترمة جدا جدا. تمام أوكي، عرض لنا الفيديو. تمام إن شاء الله يعني تمام. إيه علاقتك بقى بشكل عام؟ هما بيشكروا طبعا هما الناس. طيب نسمع كده الفيديو، نسمع الفيديو هما بيقولوا إيه. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا محمد حمدي من ميت أبو غالب، اتمنى التوفيق ان شاء الله للكابتن ابراهيم مجاهد اللي مشرفنا ومشرف بلده، وهو مثال للشباب المحترم المجتهد الطموح مهما كانت ظروفه، بالتوفيق يا كابتن ابراهيم مجاهد صديق العزيز، ربنا يا رب يكتب لك الخير ويوفقك ويصلح حالك ويزيدك يا رب من عنده، موفق ان شاء الله ومنتظرين نسمع عنك كل خير، اخوك دكتور احمد عزت. يسر صلاح من ميت ابو غالب، بنتمنى التوفيق للكابتن ابراهيم مجاهد. انا محمد مجدي من ميت ابو غالب، بتمنى للكابتن ابراهيم التوفيق ان شاء الله. طيب عايزين طبعا بشكرهم طبعا على كلامهم الحلو، هم ناس محترمه. واشكر طبعا استاذ محمد حمدي الخيمر الشاعر الكبير طبعا صاحب الروايات الجميله، بشكره طبعا استاذ محمد شخصيه محترمه طبعا، انا اخويا الكبير والشخص المحترم طبعا الشيخ كلمه طنطاوي.
طيب. صحابة ميت أبو غالب ناس محترمة جدا، أهالي مدينة ميت أبو غالب بالأجمع ناس طيبين، ناس أصحاب كرم. بنشكرك. طيب عشان احنا قربنا خلاص نختم، قدامك نص دقيقة، عايزك توجه نصيحة للناس في البيت، خاصة وإحنا دلوقتي بنعاني من فيروس كورونا. والله طبعا الأوضاع بقى تختلف تماما عن الأول خالص، لازم أنا حابب اللي أقول لازم كل واحد يحافظ على نفسه وعشان جيرانه وعشان أصحابه وعشان أخواته. طبعا الموضوع طبعا اللياقة البدنية أو الرياضة في البيت عادي مطلوبة، ممكن كل أب وكل يجمع مثلا أولاده الشباب الظاهرين طبعا ويعملوا لياقة بدنية ويحافظوا مثلا على نفسهم، مثلا قبل ما يبدأوا لازم يطهروا مثلا نفسهم بالكحول والكمامة، وطبعا لما إن شاء الله ربنا يفتح نشاط الرياضة إن شاء الله نشاط الرحمن في النوادي هيبقى الموضوع مختلف طبعا تماما، هيبقى فيه شغل التزام طبعا عشان الموضوع ده. ويا رب كده أتمنى يا رب مصر كلها بأهلها بناسها الطيبين تكون نبقى أعلى طبعا أحسن ناس في العالم، هم مصر معروفة في كل مكان اللي هي بلد كويسة، بلد أصحاب كرم، أهلها ناس كويسين طبعا، أشخاصها مشرفة في كل مكان مثل لعيبة مهندسين دكاترة مشرفين في العالم. طيب بنشكرك. وإلى هنا مشاهدينا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، انتظرونا الأسبوع القادم وحلقة جديدة وبيت المصريين، وإلى اللقاء.